السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تموضع الخبر الوراثي الجزء الثاني، دعامة الحامل للخبر الوراثي. تبين لنا تجريبيا خلال الجزء الأول من هذا الدرس أن الخبر الوراثي يوجد على مستوى نواة الخلايا، لكن ما هي الدعامة الحاملة للخبر الوراثي وما هي طبيعته؟ نشاط رقم واحد، نواة الخلية. كما تلاحظون معي، نواة الخلية يحيط بها غشاء نووي. يسجل كذلك على أن على مستوى هذا الغشاء النووي توجد مجموعة من الثقب تسمى الثقب النووية. داخل النواة توجد مجموعة من الخليطات المتشابكة تشكل لنا ما يسمى بالصبغين. في مرحلة من مراحل دورة الخلية، هذه الخليطات أي الصبغين تتنظم تتجمع وتتنظم لتشكل لنا ما يسمى بالصبغيات، تتخذ هذا الشكل ما يسمى بالصبغيات. لنتعرف على الصبغي. نعم، داخل النواة توجد مجموعة من الصبغيات. سنحاول أن نتعرف على بنية الصبغي. فعلا الصبغي يتشكل من صبيغيين، هذين الصبيغيين يتحدان على مستوى ما يسمى بالجذع المركزي. متابع؟ جزء من هذا الخليط النووي الذي يشكل الصبيغي يبين لنا أنه تشكل من شريط عبارة عن جزيئات الدين. هذا الشريط أو هذا اللولب كما تلاحظون معي هنا يلف لفتين حول 8 جزيئات بروتينية تسمى الهيستونات، ويشكل لنا ما نسمى بالنيكليوزوم. متابع؟ شريط الدين عبارة عن لولب مضاعف يتشكل من لولب الأول ولولب الثاني. نلاحظ أن اللولب الأول مع اللولب الثاني يتصلان أو يتحدان على مستوى القواعد الأزوتية بواسطة روابط هيدروجينية. لدينا 4 قواعد هيدروجين أزوتية تدير أدينين، تيمين، سيتوزين وغوانين. متابع؟ نشاط الدتا يطلبون فقط سحب وضع الأسماء في الخانات المناسبة. إذا شريط الدين، نواة، نعم، خلية، متابع، صبيغي، نعم، صبغيات، نيكليوزوم، وأخيرا القاعدة الأزوتية. متابع؟ نشاط هو التعلمات المكتسبة. إذا في الصبغيات توجد داخل نواة الخلية، يختلف عددها حسب كل نوع من الكائنات الحية. يتشكل الصبغي من صبيغيين، ويتشكل كل صبيغي من الدين زائد جزيئات بروتينية تسمى هيستونات. أشرنا إلى ذلك سابقا. فيما يخص الدين، هي عبارة عن لولب مضاعف يتكون من متتاليات النيكليوتيدات. يتحد اللولب الأول مع الثاني على مستوى القواعد الأزوتية بواسطة روابط هيدروجينية. بالنسبة لتركيب جزيئات الدين، كما تلاحظون معي، جزيئات الدين تتشكل من سلسلة طويلة تشتمل على حوالي 3 ملايير زوج من النيكليوتيدات. نتعرف على النيكليوتيد. النيكليوتيد يتشكل من 3 أجزاء: حمض فوسفوري، ريبوز ناقص أكسجين، قاعدة أزوتية. نسجل أن القواعد الأزوتية 4 أنواع: لادينين، تيمين، سيتوزين، غوانين. وبالتالي فإن النيكليوتيدات هي الأخرى كذلك 4 أنواع: نيكليوتيد مع الأدينين، نيكليوتيد مع التيمين، نيكليوتيد مع السيتوزين، وأخيرا مع الجوانين. متابع؟ تركيب جزيئات الأدين فقط تتم. إذن فعلا ما أشرنا إليه أن النيكليوتيد يتشكل من 3 أجزاء: حمض فوسفوري، ريبوز ناقص أكسجين، قاعدة أزوتية. هنا فقط سنبين أن هناك تكامل بين الأدينين والتيمين، بينما هناك تكامل بين السيتوزين والجوانين. نعم، كما تلاحظون معي. متابع؟ الروابط الهيدروجينية التي تجمع أو التي تعمل على اتحاد اللولب الأول للأدين مع اللولب الثاني للأدين. إذن هناك روابط هيدروجينية تجمع بين القاعدة الأزوتية أدينين مع تيمين، هنا بين سيتوزين وغوانين. متابع؟ النيكليوتيد أشرنا إليه قبل لحظات فقط للتذكير يتشكل من الأجزاء الثلاثة التي أصبحت معروفة: حمض فوسفوري، سكر، ريبوز ناقص أكسجين، ثم قاعدة أزوتية. إذا هناك اتحاد بينهما على مستوى الروابط الهيدروجينية. تعلمات مستهدفة: الدعامة الحاملة للخبر الوراثي هي الصبغيات، وأن الصبغيات تتكون من الدين زائد بروتينات تتشكل الدين من متتاليات النيكليوتيدات. فيما يخص النيكليوتيد هو عبارة عن ماذا؟ الحمض فوسفوري زائد ريبوز ناقص أكسجين زائد قاعدة أزوتية. يتحد النيكليوتيد السلسلة الأولى من الأدين مع النيكليوتيد السلسلة الثانية على مستوى القاعدة الأزوتية بفضل روابط هيدروجينية، أشرنا إلى ذلك كذلك سابقا.
المورثات. لدينا هنا بطبيعة الحال كما تلاحظون معي لدي الدي ان، نعم متابع، إذا فعلا هناك تكامل بين القواعد الأزوتية بطبيعة الحال المتصلة باللولب الأول مع اللولب الثاني، قواعد في أربعة أنواع أشرنا إليها سابقا. سنحاول في هذا النشاط بطبيعة الحال أن نشكل جزء من جزيئات الدي ان. لدينا بطبيعة الحال كما تلاحظون معي هنا بطبيعة الحال نكليوتيدات، سنحاول أن نعمل على التكامل بينهما، إذا اللون الأحمر يتكامل مع اللون الأخضر، نعم أتابع، اللون الأزرق يتكامل مع الأصفر، نعم، الأحمر أشرنا يتكامل مع أخضر، أتابع، أصفر مع أزرق، أخضر مع أحمر، أتابع، ثم أضع اسم لكل قطعة إذا صح التعبير. إذا لدينا هنا الأحمر أدينين، نعم، إذا كل قطعة بالأحمر تشكل أدينين، أتابع بسرعة، فيما يخص القطعة الأخضر تشكل تيمين، نعم، ثم اللون الأصفر يشكل لنا سيتوزين، سي. نعم، ثم الأزرق يشكل لنا غوانين حتى لا أطيل عليكم، فوالا غوانين. إذن فعلا ما أشرنا إليه قبل لحظات أن هناك تكامل بين الأدين والتيمين، بين السيتوزين والغوانين. الجزء الذي حصلنا عليه يشكل لنا ما يسمى بمورثة، إذا المورثة هي جزء من الأدين. تابع. إذا المورثات هي قطعة من إحدى سلسلتي الأدين، تحتل موضعا محددا على هذه السلسلة. تحدد المورثة أو تحدد المورثة بعدد النكليوتيدات الداخلة في تركيبها وبنوعها وبترتيبها. إذا هناك تكامل كما أشرنا سابقا، وهذه القطعة تشكل لنا ما يسمى بمورثة كما بينا ذلك. تعلمات مستهدفة، المورثات أجزاء من جزيئات الدي ان، تتشكل المورثة من متتالية النكليوتيدات وتحدد صفة وراثية محددة، لون العينين مثلا أو لون الشعر. الخبر الوراثي يوجد على مستوى نواة الخلية، طبيعة الخبر الوراثي هي الدي ان، الدعامة الحاملة للخبر الوراثي هي الصبغيات. شكرا على انتباهكم، الطب القادم إن شاء الله انتقال الخبر الوراثي الانقسام المباشر.